يا ابو هاني، نعم فيه. انت ما رحت لعند انور الكريدي وصورك مقطع فيديو، نعم، وقلت له انت بريء والامن العسكري بريء، انت شو كنت بتقصد؟ انا هدفي كليات اوبر تخدير لما اقدر احصائي الحصري هيك. يعني ما في عندك نية ثانية او غاية ثانية؟ الحمد لله. لأن الناس فسرت هذا التسجيل اعتراف خطي وشخصي ومنك انه انت زلمي بريت انور الكريدي وبريت الامن العسكري. انا بريته قدامه، انا بس اني عرفت انه زلمي بدي فيلم هون على جرمانة بريته هديت اموره. لما يظل قاعد بالسويدة ولا كان بيهرب على الجرمانة، عرفت علي؟ لما اقدر احصل عليه لطوقت منطقة وجدته، عرفت علي؟ يعني الموضوع اللي يعني. الله يقويك والله يعطيك العافية، خلي لي اياك وان شاء الله بترجع البنت خي سالمي غانمي، وانه يد 100% بخطف البنت هو والعميد وفيق ناصر، عرفت علي؟ وهو اتضح لنا للشباب اللي موجودين معه هسه، اتضح لنا انه هو اللي ساعد بتهريب الدكتورة نغم من عندكم. الله يعطيكم العافية، الله يعطيكم العافية، يلا يعطيك.